الله يجمعنا إن شاء الله على القرآن، الله يجعلنا من أهل القرآن، الله يجعلنا من الذين تواصلوا بالحق وبالصبر، الله يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدهم ربهم بإيمانهم، اللهم رب وفقنا فيما تحبه وترضاه من القول والعمل والنيات والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب اسمعنا بالسعادة والغفران، اللهم يا رب اعطنا خير الدنيا وخير الآخرة، اللهم يا رب اجعلنا أيامنا كلها كهذا رمضان هذا في العبادة وفي الصيام وفي الطاعة وفي الخوف من الله، يا رب لا تكون ولا تغير بنا، يا رب اجعلنا هكذا أيامنا ماشي في رمضان سمو، ما يخرج رمضان نساو كل شيء، لا يا عباد الله، نطلب ربي وفقنا تكون إن شاء الله أيامنا كلها رمضان، تكون أيامنا كلها طاعة، تكون أيامنا كلها محبة لله ومحبة لرسول الله، الله يرحمنا ويرحم فينا، والله يشفع فينا خيارنا، والله يبارك في أهل القرآن، والله يقوي مددهم وعددهم إن شاء الله. الله يحفظ هذه الجماعة وهذه الضيوف اللي زارونا، الله يعطيهم كل خير إن شاء الله، ما جاهم شيء قدمهم في الجنة إن شاء الله، كل خطوة يخطوها الجنة إن شاء الله، كل خطوة إن شاء الله تسبقهم الجيبات تاع السيئات إن شاء الله، وصرفهم درجات العلا إن شاء الله، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اللهم يا رب احفظ وليداتنا وخياتنا وأحبابنا تعالى أخواننا تعالى أخواننا المشايخ سيدي الأحياء، الله يزيدهم، الله يقويهم، الله يقوي مددهم، والله يرفع رايتهم ان شاء الله، والأمة الله يرحمهم، الله يجعل في اعلى عليين مع الذين انعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم صل وسلم على الدين من خدم المسلمين، امين يا رب العالمين، اللهم يا رب اجمع كلمة المسلمين على لا اله الا الله رسول الله، اللهم اجمع على قلب رجل واحد، اللهم رب اليهود والنصارى والمجوس والصهاينة، اللهم رب اشملهم، اللهم اجعل كلمة في نفورهم يا رب العالمين، اللهم فرجنا فيهم، اللهم رب اشتملهم يا رب، يا رب انك على كل شيء قدير، وانصر ام محمد يا جماعة، اجعلهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولاخوانا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا يا سيدي الهواري وجميع أولياء الله، جميع المشايخ من سيدنا آدم إلى خصه، جميع أهل الله، ودينا وديكم وجميع أحباب الله، إلى مكان وتعين، الله الأحياء الله يقويهم والله يزيدهم، والأموات الله يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله، هذا هو في جميع والدينا وعمومنا وخياتنا وأحبابنا وكل ونطلب رب المرضى الله يشفي المرضى الجميع بجاه النبي الشافع، الله يخلي حوالي الجميع بجاه النبي الشافع، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.